هناك مسألة اللي هي ذات الأهمية تم الحديث عليها أو الإشارة عليها من طرف جاكوب كوهين، هي مسألة دفع الإسرائيليين سواء حاليا أو لاحقا لانخراط المغرب شعبا وحكومة ونظاما وجيشا في مواجهات عسكرية مع الطرف الجزائري. قد تم التأكيد عليها بأن هناك أهداف إسرائيلية دابا حاليا تدفع في هذا الاتجاه. غادي يقوم باستحضار قبل ما يعني نشارك معكم أجزاء من يعني من تصريحات الصادرة عن جاكوب كوهين، كاين المسألة اللي هي ذات الأهمية سوف نقوم باستحضار تقرير استخباري تم يعني تم الإعفاء السر أو يعني كذلك بأنه يعني المتداول دابا حاليا من طرف تقرير استخباري من طرف يعني المخابرات الأمريكية يتحدث أو يكشف على مدى على التصور ديال كيسنجر، كذلك التصريحات الصادرة سابقا وكذلك مجموعة من اللقاءات يؤكد مع سواء مع الطرف المغربي وكذلك مع الطرف الجزائري وكذلك مع أطراف اللي هي أخرى. كيسنجر يعتبر حقيقة بأنهم أكثر الداعمين للنظام ديال الحسن الثاني سابقا. ما يرتبط بهذا التقرير هي مسألة اللي هي ذات الأهمية بالنسبة لي أنا، وأن هناك تم الكشف على أن هناك مدى شعور متنامي وهناك إرادة من طرف النخب السياسي. نتحدث دابا حاليا على لقاءات تمت في الثمانينات أو في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، بأن هناك إرادة وكذلك هناك شعور متنامي داخل الأوساط ديال النخب السياسية المغربية للانخراط في حرب ضد الجزائر. إلا أن السبب المباشر والأكيد لعدم الانخراط في هذه الحرب يعني في حرب ضد الطرف الجزائري يرتبط بشكل هو أساسي بالقوة التي تتوفر عليها الجزائر. هذه مسألة اللي هي ذات الأهمية، ولطالما كان عدم يعني أو التفوق ديال الطرف الجزائري عائق اللي هو مباشر ضد الطموح المغربي لاستهداف الجزائر والانخراط في يعني الانخراط في أي حرب. هذا تقرير اللي هي استخباراتية تتحدث على هذه المسألة بأن هناك شعور حاليا الشعور يعود من جديد في اعتقاد من طرف النخب السياسية بأنها تتوفر على الإمكانيات اللوجستيكية وكذلك الاقتصادية وكذلك على المستوى الدبلوماسي والدعم السياسي والدعم العسكري تتوفر عليه أو تتوفر على الشعور أو على الشروط اللي تقدر بأنها تسمح لها للانخراط في مواجهات ضد الجزائر. ولكن الإشكال حاليا وعلى الرغم من أن تقييم موازين القوى ما بين الطرفين هو يعني يشهد واحد يعني فوارق اللي هي كبيرة جدا سواء ما بين كل من الجزائر وما بين المغرب على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى العسكري وكذلك على المستوى الدبلوماسي، إلا أن يعني حضور اللاعب هذه مسألة اللي هي ذات الأهمية، حضور اللاعب الإسرائيلي يدفع في اتجاه تعزيز مدى النرجسية المغربية، تأكيد بأن يعني قوة عسكرية من الحجم ديال إسرائيل بأنها سوف تقوم بدعم المغرب، وبالتالي أنه يدفع في الاتجاه إلى مدى تعزيز الشعور بأن المغرب يستطيع والمغاربة يستطيعون مواجهة الجزائر في أي حرب. ما تحدث عليه جاكوب كوهين هو أن حضور دابا حاليا ديال إسرائيل هو متعدد يعني التصورات أو عنده استراتيجيات مختلفة على المستوى الداخلي وكذلك على المستوى مدى على المستوى الإقليمي، وأكد بأن مدى بأن هناك أو تستطيع أو عموما بأن هناك هدف استراتيجي بالنسبة لمدى للنخب السياسية الإسرائيلية لدفع المخزن للانخراط في مدى في حرب بالوكالة كما تم الحديث عليها، بالوكالة أي وكالة لا إسرائيل، بالوكالة يعني للانخراط في هذه الحرب ضد الطرف الجزائري في محاولة إلى إحداث عدم استقرار طبيعي الحال. Quel est l'impact de cette reconnaissance sur l'avenir du dossier du Sahara ? À mon avis, je regrette de le dire, je regrette pour le Maroc, l'impact est quasi nul. Même à mon avis, il serait presque négatif. Parce que franchement, dans la communauté internationale actuelle, il y a combien de pays qui occupent illégalement des territoires et qui sont régulièrement condamnés par les instances internationales chaque année? Vous en connaissez beaucoup? Moi, j'en connais un, en tout cas, c'est Israël. Qui est régulièrement condamné par l'ONU, par l'Union africaine quand ils se réunissent, etc., parce qu'ils occupent Jérusalem, parce qu'ils occupent le Golan, parce qu'ils occupent la Cisjordanie. Et donc, ils violent le droit international depuis 1949. Donc, voilà un pays, le seul pays, à ma connaissance en tout cas, qui est condamné depuis 80 ans. Et donc, ça n'apportera rien du tout au Maroc. Ok, c'est un pays qui a reconnu. Il n'y a eu aucun pays n'a suivi, à ma connaissance.
Il n'y a pas eu de bouleversement au niveau de la communauté internationale concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Finalement, qu'est-ce qu'il a obtenu de cette normalisation avec le régime sioniste? Même la reconnaissance américaine, ce n'est pas une vraie reconnaissance. C'est un papier, c'est une lettre envoyée par Trump. Voilà. Donc, ce n'est pas le gouvernement américain qui a officiellement reconnu la marocanité du Sahara occidental. Donc, en fait, rien n'a changé. Et malheureusement, le Maroc s'est fait beaucoup d'illusions. Vous savez, on accorde beaucoup d'importance au régime sioniste. Israël, effectivement, est un acteur majeur des relations de la communauté internationale pour sa puissance militaire, pour son génie de l'informatique, les services de renseignement, etc. Sa technologie. Et donc, le Maroc, peut-être, il a pu penser que la reconnaissance d'Israël allait entraîner d'autres reconnaissances. Mais la reconnaissance, l'unique reconnaissance d'Israël, à mon avis, si elle reste isolée, telle qu'on le voit, à mon avis, elle apporterait plus d'éléments négatifs que positifs. Elle apporterait plus d'éléments négatifs que positifs. صريحات صادرة عن جاكوب كوهين تؤكد بأن هذا الاعتراف هو بدون أي قيمة، وبالتالي قد تم فقط بيع الوهم للمغرب. ثم كذلك يتم التأكيد بشكل مباشر بأن لا يوجد أي اعتراف من طرف أمريكا، ولكن هناك هدف اللي هو مركزي، وضع القدم ديال إسرائيل بالمغرب في استغلال القضية ديال نزاع حوصها الخارجية في محاولة عارفينهم التقير، ما نقلبوهم، ما نهضروا معاهم، كيفوتوا علينا في الجنان، شحال من خطيه ودانا انا يلقوني في الجنان، السلام عليكم، في جناني خدام، السلام عليكم، قول لهم السلام ويفوتوا، في جناني. ما يهضروا معاك لا، غير السلام عليكم، الله يعاون ويفوت، سير بيسه. رانا هنا مزيرين بزاف، مزيرين واحد الزيار. كون عندنا الحدود ديال الشعب ديالهم وديال كما كاع على المغاربه وصحاب الصحراء وهذه منا كونوا مزيانين، حنا غير الارض على اربعه اركان. عندنا هذا الطريق هي اللي فينا بوحدها، عندنا هذا الطريق هذه 63 اللي ضربونا، جاو شدوا البلاد منا، شدوها منا، شدوا هذا الطريق، خواو منا اللي بغى يهرب منا يهرب، خلاوه خلاوه مفتوحه منا. العسكر ديالنا بقى يدخل هنا في الديار، خرجهم واحد الشيباني باين طالب هذا الفقيه، خرج جمع ذاك العسكر قال لهم همي تاخذ، شوفوا فين راه ذاك الدخان، قال لهم روحوا لتما، راه تما واحد الوالي في ذاك الدخان، روحوا لسيد ابراهيم وشدوا الجبل. قال لها با مولا درك تصيفطنا للجزائريين، قال له لا، البلاصه ديال نجيري خاويه، راه معمرين غير منا من جهه المغرب حادين. مشاو ذوك العسكر حتى لذاك الدخان وطلعوا مع ذاك الجبل، ومشاو مع الجبل حتى لقاو العربيه، لقاو المجموعات، وحنا شدونا ست شهور تحت السيطره ديال العدو، ما يدخلش 37 كيلومتر منا في طريق بوعرفه اللي شدوها. انتصروا علينا علاش؟ لان القوة الاحتياطية ديالنا بعدنا عليها، وقالوا لنا مشيتوا لواحد المنطقة اللي خرجتوا على السيطرة وما غادي نوصلوكمش، دابا راكم مشيتوا ضحية وراكم مسركلين. وقع اللي وقع، شدينا سبعة نموتا بلا حساب، مشينا لتندوف باندا كحلة على عينينا. الجزائر خصك تعرف بعد انا ضابط سابق في الجيش المغربي وكان هو الضباط ديال الجيش المغربي، راه تيعرفوا هادشي. شنو نبض الحرب ما بين المغرب والجزائر؟ المغرب غياكلوا العصا، غياكلوا العصا، حنا كنعرفوا هادشي. راه ما بقاتش في السلاح، هو اصلا بعد الكفه ديال السلاح والعدد الجزائر متفوقه علينا، هذه الاولى، الجزائر متفوقه علينا. ثانيا، لانه واخا يكون شي واحد متفوق عليك في السلاح، الا عندك العامل البشري مجهد ومتكون ونفسيا مستعد تقدر تربح، واخا اخو متفوق عليك في العتاد وفي السلاح. معنويات الجندي المغربي وتحت الصفر، تحت الصفر، ما نكذبوش على راسنا، في الحين ان معنويات الجندي الجزائري
مرتفعه بزاف. انا كنحمد الله انهم ما غاديش يدخلوا في حرب، لان الجيوش بيناتهم راه تيعرفوا هذا الشيء وغتحل المشكل وخا بلا 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 وهادشي تيقول. ولكن لا قدر الله الا مشات توقع شي حرب، كلهم تيقلين ان الجيش الجزائري غيطحنا غيطحنا. وهادو اللي عرفت وبغيتي تبيني للعبيد بانك بطل مغوار وبلادك خبيره في المجال التبركيك بالقمر الاصطناعي. ويلي ويلي ماشي مشكل، قل لي يا مجهول النسب، واش بلادك عندها الجراه وتقدر تمشي بالواحد من ارض الجزائريه؟ واش يمكن طرح هذا السؤال على النظام ديالك وقول لهم واش عندكم الرجوله وتقدروا تقربوا من الحدود الجزائريه؟ عافاك الا ما تقول لهم هذا الكلام، غير يجربوا فقط وغادي نشوفوا رده الفعل كيفاش غادي تكون. نقسم لك بالله الميخي ونحلف لك باعز ما عندي في هذه الدنيا، الا ما شفتيش الجيش ديالك يطلبوا السلامه وتشوفي ميميستا ديالك هربة من الزريبة وتطلب في اللجوء عند أمها الحنونة فرنسا، أجي عكر ليا بحسب اللي درتوه شاط ليكم. كنتو كتحسبوا الجزائر ضعيفة بزاف، ولكن لقيتو ريسانكم طحتو مع وحش كالناعس، ونهار اللي فاق من نعاسو عدكم كاملين، بقيتو واحلين مع ريسانكم. اتعيطوا الأمريكا تجيب جيشها عندكم دير المناورات ويغتصبوا لكم بناتكم داخل بلادكم، وعاودوا تاني كتجيبوا الجيش الصهيوني لبلادكم، والجيش المغربي كيغسل لهم السليبات ديالهم في المناورات، وبقى تقول للناس الجزائر ارعبتها مناورات النكاح الافريقي. ما عرفش واش هذا وجوهكم ولا كفاكم، كامل الحسابات ديالكم ضرب لكم في الزيرو يا الصنادل تل ابيب. وهذاك السلاح اللي كتهزوا في الصفحه ديالك وتبرهش على الناس به، يا ريت لو كان تهزوا على الارض الواقع وتطلب من الجيش ابو زعيتر حتى هو يهز داك السلاح ديالو، وتمشي وتحرروا سبته ومليليه و12 المنطقه اللي محتلتها اسبانيا، ماشي احسن ليكم؟ على الاقل لو كديروا هاد الشيء دخلوا للتاريخ، لان هادوك المناطق اللي ولاو تابعين لاسبانيا هادي مده 600 سنه، مازال ليومنا هذا ما كاين حتى شي راجل فيكم قدر يحرر دوك الاماكن. ما عندكمش الرجال، كجاو عندكم الرجال ارضكم تحروها في 24 ساعه فقط، ولكن من جيتو مجرد جاريات نقافات عاهرات ما عندكم حتى قيمه ولا شرف، غادي يبقاو دوك الاراضي تابعين ليها للابد حتى يوم الحساب. بقات غير في السلاح تصور به وخوفنا حنا، وحق الله كوم الجزائر. نرجعوا لهاد الميخي، جاريه في الجيش الاوكراني، حط في الصفحه ديالو هاد المنشور وكتب سنقوم بنشر مواقع واحداثيات قواعد عسكريه جزائريه في الحدود قرب الزريبه. انا ريع العياش راكي خوفتي الجزائر. ود القاف بقات غير في التهديد بالصور ديالك، لانكم معروفين بالتهديدات بالاقلام الملونه والشعارات ديال الكلاخ. صاحبي واش راك دير من الصباح وانت تخربش وتلون بالاحمر؟ راح تهبلني اصاط، انا ما كنلونش ملا فهمني برك واش قاعد دير. انا كنحتم في الجزائر. دخلتي لجوجل ايرت وبغيت
نحن بلا التمر ويبيعونه في تونس بلا التمر ويبيعونه في مصر اللي أيضا فيها واحات ولو وإن لم تكن نفس بل ويبيعونه في العراق اللي فيه أكبر عدد من النخيل في العالم العربي. يغزون بتمرنا مواقع بيع التمر، هذه نكاية. ولكن الحمد لله لا يبيعونه في الجزائر، لأن الجزائر على علاتها وكل واحد نقول فيه الحق. يمكن في الجزائر نظام عسكري صعب، يمكن كاين الآن محطة نضالية حاسمة في تاريخ الشعب الجزائري، ولكن بكل صدق النظام الجزائري يتميز عن النظامين المغربي والتونسي باستمراره في الوفاء للقضية الفلسطينية والصرامة في هذا الأمر ومنع التطبيع والصمود في وجه الاختراق والسماح للفلسطينيين بالتحرك الذي أصبح الآن ممنوعا في السعودية، بلد الإسلام الأول والذي كان يتظاهر دائما بالتعاطف مع القضية الفلسطينية. التفت النظام السعودي مؤخرا بعملية غدر لكل الفلسطينيين المقيمين منذ 40 سنة في أرض الحرمين الشريفين. ويجمع 35 عام في الغربة، أنا في فرنسا، فرنسا نيس كان موناكو باريس بوردو مونبولي فرنسا كامل كيخافوا من الجزائر والله حتى كيموت منها كيشوفوا الدرابو الجزائريين وكيموتوا صح. عشق الشعب الليبي لأنه كل مواقفه بتشرف الأمة العربية الإسلامية كاملة. بمجرد أنه سمعوا خبر أنه قد تكون وزيرة الخارجية الليبية السابقة الآن نجلاء المنقوش عملت لقاء سري مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلاي كوهين في إيطاليا، حرقوا الشوارع، سكروا مظاهرات، ما خلوش منطقة، عملوا مشكلة وزارة الخارجية سكروها على السريع. رئيس الوزراء طلب منها تروح من إيطاليا، تحقيق كامل، منعها من السفر، هربت هي عشان خوفا وراحت على تركيا وصرفوها، عملوا هلا بدلوها. الفكره هون شوفوا انت وقف يهودي مغربي ولا بات عن الفساد كي دخل بالليل والنهار والشراب والخمر حاشاكم ومن يدوينا ما سيدي قال لك جهدك جريد. احنا في اسرائيل احنا كنطالبوا الناس مسؤولين باش يدوا لنا حقنا من هاد السيد، احنا بوالدينا وبوليداتنا 40 سنه دابا في عمرنا ما عمرناش ناخذ منكر، لدرجه ان والدينا كاع بغاو يخرجوا دابا حشموا كاع يخرجوا. ويدو معاكم قاع سيدي حشمو يخرج ابطط لي الشوارع قدام الواليده محشم قدام الواليده خارج سيدي وخرج واحد حشاكم واحد السيده عندنا وليداتنا صغار سيدي يمشيو كيجيو قينا سيدي قاوري من جينا نتفاهموا معاك اللي حشومه هادشي كدير فيه وهادي راه قلبتينا هادي الوالدين كتدخل قدامهم وهادي حشومه هو يقول لي جهدك قال لكم جريو هادي سيروا فين ما عجبكم هادي على ما عندنا حنا مخزن في الدوله ما والو هذيك الناريات هذيك نارياتنا وما عندهم مخزن في بلادهم سمعنا تلاحق مجرد هذا يولي فعلوا لي وحنا حاجه البوردي مو بلي يقول حنا حنا كنطلبوا من هاد السيد مابقيناش بغينا نشوفو هادشي اليوم وغدا، علاش؟ حيت حنا عندنا وليدات صغار، تنشوفو معانا وليدات صغار، أما يا مدرسة كيشوفو داكشي بعينيهم، حشومة حنا نجو، فهمتي تشوف درية صغيرة دايزة، ودرية لابسة من هنايا جاية داخلة الدار، حشومة، أنا دايز. أنا عمري 8 سنين، وهادشي اللي كنشوفو حرام وعيب، وماما كتوصلني ما تمشيش
تمشي هاد الجهه راه حدا القاوي راه خطير. وحنا راه تاع عشنا ولاد المدينه حقاق وعشنا مع اليهود وما كانوش كيديروا هاد المسائل، كانوا كيحترمونا وكيحترموا الدين ديالنا والديانات. هاد السيد فات القانون صافي لا قله ولا اكثر. كيجي هو الرياض بحال هكا كم غادي مع النقويه بلا حشمه بلا حياه، والدينا واقفين قدام ديورو راك عارف اللي صغار يشوف ديز. انت الاول تشوف راجل غادي ما عندناش هذا الشيء في المغرب، ولا عندنا يجيبوا لنا هاد الناس مع الخيال ما كيحتارمش الناس ديال الطريق. هذا الشيء اللي بغيت نقول. كنتفاجئوا بهذا السيد هذا مواطن اسرائيلي ولا ما عاد امريكاني، المهم ديما النجم السداسي هنايا وكيجيب مارس الفساد ديالو في دوله امير المؤمنين. واش هذا الشيء واش هذا الشيء اخويا رضا بامير المؤمنين؟ واحد يهودي كيجي مارس الفساد ديالو هنا في دوله امير المؤمنين، هذا الشيء ما كيرضى لا الله لا العبد ديالو. وحنا دوله مسلمه وكنا كندير كيدير شي حاجه بعيد ولا كيف بالعلال كيجي يدخلهم قدام الدراري الصغار قدام هذه، واش راه ماشي معقول؟ قدام ما تلا شي حاجه مريح دريبه كيبان لك بنادم جاي هاز مياه كيتشرب اصاحبي، ما كيتشرب ومعنق وحده وجاي داخل، وانت فيك ما تشدو تفرتك امه، ولكن لا هو اليد ديالو علاش عنده الا كانوا الناس دواو على الدرابو ديال اسرائيل في مراكش ها هو اسرائيلي معنا يعيط فسادا هنا في دوله امير المؤمنين، واش هذا حق هذا؟ يعني في الامر فنان مغاربه كيوقع لهم شي مشكل بسيط في اي بلاد كيشدوهم ويديروا معاهم التحقيقات والحبس وهذيك، ها هو الدليل ها هو قدامنا، ها هو يهودي يعيط فسادا هنا على عينك يا بن عبدي. فينا هما المسؤولين؟ فينا هما الناس هذو؟ حتى شي واحد لا قايد لا مقدم لا بوليس لا والو، حتى شي واحد. الله الملك هو اللي كاين في هذه البلاد، هو كيشري في الناس ما جاتكم جروح كيشريهم عرفتي تصور كيشريهم مو دخل سوسه كيشري في الناس بالمال ديالو كذا، هما كيوروا من يدوزوا من يدخلوا الله غدارين. احنا غدارين هما مزيان لا هما ما يغدروا ما يخافوا. ايوه قلت شحال انا بقى يصبوا الملك محمد السادس هذا هو هذا هو الا يكون لا دوك. لماذا اخي محمد لا يكون على قناتك اخي محمد؟ نعم. لماذا نعم لماذا تدافع عن محمد السادس؟ لا لأنه من أهل البيت. لا إن شاء الله يصحح لك سماحة الشيخ هذا الفهم الخاطئ. إن شاء الله سماحة الشيخ الآن يجاوبكم أخي محمد على هذا. حياكم الله، شكرا على الاتصال أخي محمد، أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل سماحة الشيخ. الملوك الذين ابتليت بهم أمتنا اليوم ظلمة، كلهم ظالمون، كلهم فساق، كلهم فجار، تئن منهم الشعوب، فلا ينفعهم أنهم ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام نسبا. لا ينفعني أن يأتيني محمد السادس أو قبله الحسن الثاني أو قبله أو قبله أو يأتيني ملك الأردن مثلا كذلك لأنه ينتسب إلى أهل البيت، هذا عبد الله الثاني مثلا أو غيرهم من الجائرين من الظالمين. لا ينفعنا أنهم يجورون ويظلمون ثم يريدون منا أن نحترمهم بحجة أنهم ينتسبون إلى أهل البيت. نقول لهم قفوا، نحن نحترمكم لو كنتم عادلين لو كنتم صالحين، أما تئن منكم الشعوب وأنتم تظلمون وتجورون وتفسقون وتفجرون، عملكم مخالف لما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد الأطهار عليهم السلام، فلا ينفعكم ذلك ولستم أهلا للاحترام. ملك المغرب الحالي هو من هؤلاء، انظروا الشعب المغربي كيف يئن من هذا الملك، هذا الملك الفاسق الفاجر المعروف فسقه، المعروف فجوره، المعروف تلذذه بالشهوات،
المعروف عنه اكتنازه لأموال وثروات هذا الشعب المنكوب، في حين أن قطاعات عريضة من هذا الشعب تحت مستوى الفقر. يا ودي روح خطيني، خليني نربط. قلت لك بركه مسافر، خليني نربط نروح مع والديك راني طف الضوء. ايه خليني نربط يا ودي. هترقد ايه قول يهودي مغربي ولا بالك على الفساد كي دخل بالليل والنهار والشراب والخمر حاشاكم ومن دوينا مع سيدي قال لك جهد الجري. احنا كنطالبوا الناس المسؤولين باش يدوا لنا حقنا من هذا السيد، وحنا بوالدينا وبوليداتنا 40 سنه دابا في عمرنا ما عمرناش ناخذ منكر، لدرجه ان والدينا كاع بغاو يخرجوا دابا حشموا كاع يخرجوا، بغيتو معاكم كاع سيدي حشموا يخرجوا. قدام الوالده محشمه قدام الوالده خارج سيدي وخرج واحد حشاكم واحد السيده. عندنا وليداتنا صغار. سيدي يمشيو كيجيو. قينا سيدي قاوري من جينا نتفاهموا معاك قلنا لي حشومه هادشي كدير فيه وهادي راه قلبتينا هادي الوالدين كتدخل قدامهم وهادي راه حشومه. هو يقول لي جهدك قال لكم جروه هادي سيروا فين ما عجبكم هادي. على ما عندنا حنا مخدم في هاد الدوله ما والو. هذيك الناريات هذيك الناريات حنا وما عندهم مخدم في بلادهم. سمعنا فاعلهم جرد هذا قالوا لي فعلوا لي وحنا حاجه البوردي مو بلي يقول حنا. حنا كنطلبوا من هاد السيد ما بقيناش بغينا نشوفوا هادشي اليوم وغدا. علاش؟ حيت حنا عندنا وليدات صغار تشوفوا معانا وليدات صغار هما يا مدرسه كيشوفوا داكشي بعينيهم. حشومه حنا نجو فهمتي تشوف دريه صغيره دايزه ودريه لابسه من هنايا جايه داخله الدار حشومه. انا دايز انا عمر 8 سنين وهادشي اللي كنشوفو حرام وعيب. وماما ماما كتوصلني ما تمشيش تمشي هاد الجهه راه حدا القاوي راه خطير. ياك وحنا راه تاع عشنا ولاد المدينة حقاق وعشنا مع اليهود وما كانوش كيديروا هاد المسائل. كانوا كيحترمونا وكيحترموا الدين ديالنا والديانات. هاد السيد فات القانون صافي لا قلة ولا أكثر. كيشوفوا دريه بحال هكا كم غادي مع النقوية بلا حشمة بلا حياة ولي فينا واقفين في الكمبيورو راك عارف اللي صغار يشوف ديز انت انت الاول تشوف راجل غادي ما عندناش هادشي في المغرب ولي عندنا يجيبوا لنا هاد الناس ما تخيل ما كيحتارمش الناس ديال الدريب. هادشي اللي بغيت نقول كنت فاجئ بهاد السيد هذا مواطن اسرائيلي ولا ما عاد امريكاني. المهم ديما النجمه السداسيه هنايا وكيجي مارس الفساد ديالو في دوله امير المؤمنين. واش هادشي واش هادشي اخويا رضا بامير المؤمنين؟ واحد يهودي كيجي مارس الفساد ديالو هنايا في دوله امير المؤمنين هادشي ما كيرضى لا الله لا العبد ديالو. وحنا دوله مسلمه وكنا كندير كيدير شي حاجه بعيد ولا كيب العلال كيجي يدخلهم قدام الدراري الصغار قدام هادي. واش راه ماشي معقول قدام حتى شي حاجه مريح دريبه كيبان لك بنادم جاي هاز 100 كيتشراب اصاحبي ما كيتشراب ومعنق وحده وجاي داخل وانت فيك ما تشدو تفرتك امه ولكن لا هو اليد ديالو علاش عنده غداو غاديين بك المغسل. الا كانوا الناس دواو على الدرابو ديال اسرائيل في مراكش ها هو اسرائيلي معنا يعيط فسادا هنا في دوله امير المؤمنين. واش هذا حق؟ هذا كاين في الامر فنان مغاربه كيوقع لهم شي مشكل بسيط في اي بلاد كيشدوهم ويديروا معاهم التحقيقات والحبس وهذيك ها هو الدليل ها هو قدامنا ها هو يهودي يعيط فسادا هنا على عينك يا بن عبد. فينا هما المسؤولين؟ فينا هما فينا هما الناس هادو؟ حتى شي واحد لا قايد لا مقدم لا بوليس لا والو حتى شي واحد. الله الملك هو اللي كيف هاد البلاد هو كيشري في الناس كيشري في الناس وين جاتكم جروح كيشري ما تتصور تخجريهم مو دخل سوسه كيشري في الناس بالمال ديالو كذا هما كيوضوا من يدوزوا من يدخلوا كذا. غدارين احنا غدارين احنا غدارين هما مزيان اللهم ما يخضروا ما يخافوا. ايوه قلت شحال انا بقى يصبوا الملك محمد السادس هذا هو هذا هو عبد الله يكون لماذا اخي محمد لا يكون على قناتك اخي محمد؟ نعم. لماذا نعم لماذا تدافع عن محمد السادس؟ لأنه من أهل البيت لا إن شاء الله يصحح لك سماحة الشيخ هذا الفهم الخاطئ. إن شاء الله سماحة الشيخ الآن يجاوبكم أخي محمد على هذا حياكم الله. شكرا على الاتصال أخي محمد أهلا وسهلا حياكم الله. تفضل سماحة الشيخ. الملوك الذين ابتليت بهم أمتنا اليوم ظلمة كلهم ظالمون كلهم فساق
كلهم فجار تئن منهم الشعوب، فلا ينفعهم أنهم ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام نسبا، لا ينفعني أن يأتيني محمد السادس أو قبله الحسن الثاني أو قبله أو قبله أو يأتيني ملك الأردن مثلا كذلك لأنه ينتسب إلى أهل البيت، هذا عبد الله الثاني مثلا أو غيرهم من الجائرين من الظالمين، لا ينفعنا أنهم يجورون ويظلمون ثم يريدون منا أن نحترمهم بحجة أنهم ينتسبون إلى أهل البيت، نقول لهم قفوا، نحن نحترمكم لو كنتم عادلين لو كنتم صالحين، أما تئن منكم الشعوب وأنتم تظلمون وتجورون وتفسقون وتفجرون، عملكم مخالف لما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد الأطهار عليهم السلام، فلا ينفعكم ذلك ولستم أهلا للاحترام. ملك المغرب الحالي هو من هؤلاء، انظروا الشعب المغربي كيف يئن من هذا الملك، هذا الملك الفاسق الفاجر المعروف فسقه، المعروف فجوره، المعروف تلذذه بالشهوات، المعروف عنه اكتنازه لأموال وثروات هذا الشعب المنكوب، في حين أن قطاعات عريضة من هذا الشعب تحت مستوى الفقر. يا ودي روح خطيني خليني نرقد. قلت لك بارك الله فيك. خليني نرقد الرحمة على ودي كراني. طفي الضوء. إيه خليني نرقد يا ودي. هترقد. إيه. قول و... Oui, dans un sens, un combat sans pitié comme tous les combats qu'on a vécu. Et quelles sont vos difficultés ici, car vous êtes quand même très loin d'un centre pour le ravitaillement en munitions ou pour le. On a l'habitude pour ça, on a l'habitude, on a déjà assez souffert dans ces déserts avant la libération de notre pays. On le connaît parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre contre le Maroc ? On voulait bien se reposer, se dire c'est une mi-temps qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait la guerre pour libérer notre terrain, puis hein, on s'est arrêté, on a dit pour on voulait s'organiser, c'est-à-dire orienter l'objet d'attaque extrêmement violente de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain. C'est fort. نظرا لواقع عن الصحراء الغربية. Moving toward Algerian wharfs, top speed. Can we fix it? It'll take time, and by then we'd be out of international waters. Falcon 1, requesting orders. We have a situation. Somehow the ship's controls were damaged. It's headed for Algerian waters with our soldiers on board. But it'll cause a diplomatic incident if they stay to finish the job. The Navy just made the call to pull the team. All right, all right. What are they doing? They're leaving. Why? Run! Oh, God, no, 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 no! Course moving toward Algeria.